طقس ربيعي لطيف نهارا وأجواء لطيفة ليلا وأجواء مشمسة عموما في عامة المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء ربيعية لطيفة في عامة مناطق المملكة، في حين يطرأ انتفاع على درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع، وكما نشاهد هنا في درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء تبقى لطيفة في عامة مناطق المملكة، ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة مع يوم الخميس ليلا بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، تصل درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة لدرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان، الخميس والجمعة درجات الحرارة ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية والأجواء صافية، في حين يوم السبت تصل إلى 30 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم. أما ليلا فتبقى درجات الحرارة اللطيفة ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون نهارا من 28 إلى 18، في المفرق من 29 إلى 16، في جرش من 28 إلى 18، وفي عجلون من 26 إلى 16 درجة مئوية. أما في العاصمة عمان من 26 إلى 16، في الزرقاء من 30 إلى 17 درجة مئوية، في البلقاء من 27 إلى 17 درجة مئوية مساء، في مادبة من 27 إلى 16، وفي البحر الميت الأجواء حارة في 37 درجة نهارا و24 درجة مئوية في ساعات المساء. الكرك من 27 إلى 16، في الطفيلة من 26 إلى 16 درجة مئوية، في معان من 30 إلى 15، في الشره من 24 إلى 13 درجة مئوية، وفي خليج العقبة من 35 إلى 24 درجة مئوية ليلا. في رويشد من 34 إلى 17، في الصفاوي من 33 إلى 17، وفي الأزرق من 33 إلى 17 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.